يكن العمل الإنساني والتطوعي في يوم من الأيام يشكل تهديداً أو خطورة على حياة البشر، فالقناعة بهذا العمل تنبع من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. لكن استهداف العاملين في هذا المجال من قبل الجيش الإسرائيلي يخالف هذه الفطرة، فالطواقم الطبية العاملة في مسيرة العودة كان لها نصيبها في الاستهداف والقتل. المفروض احنا كأطقم طبية احنا عملنا ورسالتنا رسالة إنسانية لازم نوصلها، ويتوفر لنا الأمان في تقديم رسالتنا هذه الإنسانية وخدمتنا الإسعافية اللي احنا بنقدمها للمصابين في مخيمات العودة. روزان النجار، هذه الفتاة المفعمة بالحيوية والنشاط في تقديم الإسعافات الأولية للشبان المشاركين في مسيرة العودة السلمية على حدود القطاع، كانت ضمن فريق عمل تطوعي متكامل لم يعرف الكلل في تقديم العمل الإنساني الشاق والذي يحمل المخاطر. الشهيدة كانت ترتدي الزي الأبيض، الزي المعروف لكل العالم بأن هذا الزي هو زي للقطاع الصحي، والتي طبعا تساهم في تقديم الخدمة التمريضية والصحية للمصابين. مشهد جنائزي مهيب خرج في وداع زهرة من زهرات العمل الإنساني، والتي أبت إلا أن تقدم كل ما تستطيع في هذا العمل من إيمانها النابع بعدالة قضيتها، إلا أن رصاص الغدر ارتقى بها إلى المكانة التي تستحقها. الله يرحمها رزان يا رب، يجعل مسواها الجنة. بنت مناضلة دايما تطلع على الحدود، ونشوف صورها دايما مسابرة نشيطة ما بتكلش من عملها. الله يا رب يجعل مسواها الجنة ويحمي كل شبابنا وبناتنا يا رب. هذا الاستهداف المتعمد والمتكرر من قبل الجيش الإسرائيلي للطواقم الطبية إنما يهدف إلى قتل روح العمل الإنساني الذي قدم فيه أبناؤنا وبناتنا نموذجا متفانيا في تضميد هذا الجرح النازف. لقناة مساواة، حمد أبو حطب، بلدة خزاعة، شرق خان يونس. رحمة الله على الشهيدة رزان النجار وكل شهدائنا الأبرار. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وحول الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية في قطاع غزة، معنا عبر الهاتف من غزة سهير زقوت، الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صباح الخير ست سهير. صباح الخير لكم ولسائر المستمعين. أهلا فيك. يعني بداية عن استشهاد الممرضة المتطوعة النجار، معلومات إضافية، وأيضا عن موضوع التحقيق اللي يعني فتح في هذا الموضوع من قبل إسرائيل، وبالمقابل موقف المؤسسات الدولية. بداية يعني نترحم على رزان. تنتابنا مشاعر الصدمة والحزن لفقدان رزان لحياتها أثناء تأديتها واجبها الإنساني. اللجنة الدولية تنخرط في حوار ثنائي وغير علني بتوثيق كل ما يحدث في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بالأحداث على طول السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، وتقوم بنقاش هذه المواضيع خصوصا مع السلطات الإسرائيلية. من المهم جدا هنا أن نقول بأنه يجب دائما، طالما كانت هذه الطواقم الطبية تلتزم بمعايير الإنسانية وبمبادئ المهنية لتقديم الرعاية الطبية العاجلة في الميدان، يجب أن تتوفر لها البيئة الآمنة والحماية للعمل براحة. الوصول إلى المرضى يجب ألا يكون تحت شرط أو قيد، هذه مسألة حياة أو موت، وهذا هو محور الحوار الذي نجريه مع السلطات الإسرائيلية كما ذكرت بطريقة غير علنية. ست سهير، يعني ربما استشهاد رزان النجار يفتح الباب أمامنا كصحفيين وأيضا أمام المشاهدين الحديث أكثر عن إحصائيات أو أرقام محددة بشأن استهداف الطواقم الطبية، بالتحديد في مسيرات العودة الكبرى التي بدأت منذ قرابة الشهرين. يعني اللجنة الدولية ليست مصدرا للإحصاءات حاليا ما نعكف عليه هو توثيق كل شيء للحوار الثنائي غير العلني، وحين تكون المسائل قد وصلت إلى طريق يسمح بالحديث علنا بالتأكيد سنتحدث. الآن سنفسح المجال، الحوار الثنائي غير العلني هو ما يفسح المجال إلى تغيير الظروف على الأرض بما يسمح بتوفير بيئة
أكثر أمناً لعمل هذه الطواقم. رزان هي المسعف الثاني الذي يفقد حياته في الشهرين الماضيين في قطاع غزة. نعم. وأيضا ست سهير، يعني من المهم التطرق لكل موضوع يعني احتياجات الطواقم الطبية في قطاع غزة أيضا نظرا يعني للوضع وربما لشح الإمكانيات أو يعني منالية العلاجات، ما هي أبرز الاحتياجات اليوم نظرا لهذا الوضع القائم من عدد يعني ارتقاء الشهداء وسقوط أيضا الجرحى؟ اليوم الحاجة الماسة هي إجراء عمليات جراحية عاجلة وطارئة ل 1300 جريح تقف حياتهم وأطرافهم على المحاك إن لم يتم التدخل. كل جريح من هؤلاء 1300 يحتاج من 3 إلى 5 عمليات جراحية معقدة. ولهذا السبب أطلقت اللجنة الدولية مناشدة لجمع 5 مليون دولار للاستجابة الطارئة والعاجلة خلال 6 أشهر القادمة للاحتياجات. هناك نقص في الأدوية، هناك نقص في المستلزمات الطبية، هناك هذه الظروف جاءت في ظل نظام صحي متهالك ومثقل بالأعباء، كان على شفا الانهيار وما زال، وهناك دواعي وهناك دعوات أيضا للتدخل السريع والعاجل. هناك 10 سنوات من القيود التي فرضت على قطاع غزة أثرت على تقديم الرعاية الطبية للسكان وعلى قدرة المستشفيات، وأيضا الخلافات الفلسطينية الداخلية التي عمقت من مشكلة وزارة الصحة. نعم، ناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة سهير زقوت، شكرا لك على هذه المداخلة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة.